هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للخمر هل هو نجس حسي أم معنوي، وهل يتوضأ المسلم إذا مس هذا؟ نعم، الجمهور على أنه نجس النجاسة حسية، وأنه يجب غسله إذا أصاب الثوب، فإن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو النجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه، قال فاجتنبوه، فإذا أصاب الثوب لم يجتنبه أو البدن فإنه لم يجتنبه، يجب عليه غسله. نعم.